عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنتكلم عن حلقة من حلقات أيام الحلمية بترجعني وأنا طفل صغير هناك. شفت ثلاث مشاهد حربتهم بالحلقة اللي بسميها الرعشة. الرعشة دي هي الحادثة التي حدثت لسيدنا سعيد بن عامر حينما كان ليس مسلم وكان يرى كيف يعذب الأسير اللي اسمه خبيب بن عدي الذي أسره القرشيين الكفرة وأرادوا قتله لأنه كان يحارب في موقعة بدر أو غزوة بدر وقتل بعض أباء الذين كانوا يعذبونه. حينما رأى سيدنا سعيد بن عامر ما يحدث لسيدنا خبيب بن عدي استغرب من هذه البشاعة والحقد والكره والضغينة والبغضاء في التمثيل بخبيب رضي الله عنه. أسلم فيما بعد سيدنا سعيد بن عامر ثم تولى ولاية حمص في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي هذه الولاية راحت شكوى من أهل حمص لسيدنا عمر في سيدنا سعيد بن عامر، وهي الأولى أنه لا يحدثهم بالليل، يعني يخرج لهمش بالليل. الثانية يخرج متأخر عليهم بالنهار. الثالثة في يوم في الشهر لا يخرج عليهم فيه. والرابعة كلما يكون جالس معهم تصيبه رعشة وكأنه يصيبه جن أو تصيبه اللي هو الأشياء بتاعة الصرع إلى آخر يعني. فسيدنا عمر كان يثق في سيدنا سعيد بن عامر وذهب وناداه علشان يحقق معه يعني، فقال له أما وصلك هذا فهذه الحقيقة، أما أنا لا أخرج بليل لأني أقيم الليل، أما أنا لأني أخرج متأخر بالنهار لأني أساعد زوجتي قبل أن أخرج على النار على الناس لأني ليس عندي خادم، أما إني لا أخرج يوم في الشهر لأني ليس عندي أو يوم في الأسبوع ليس عندي إلا لباس واحد فأغسله وأنتظر في البيت إلى أن يجف فألبسه في هذا اليوم. أما الرعشة فهذه كلما تذكرت مقتل سيدنا خبيب بن عدي وأنني لم أنصره في هذا الوقت أرتعش هذه الرعشة وأحاسب نفسي كيف لا أنصر وكيف لم أنصر هذا الرجل رضي الله عنه. لماذا أتحدث أنا عن الرعشة؟ أنني أصبت بالرعشة حينما كنت في الحلمية ثلاث مرات. المرة الأولى حينما تذكرت بعض الأخطاء اللي أنا كنت أعملها وأنا طفل صغير دون الخامس عشر، أصبت بهذه الرعشة علشان أتمنى الله سبحانه وتعالى أن يكون غفرها لي. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أن كان في رجل وامرأة يعيشون في بيتنا، كان على نصة الشارع في الخارج، لكن في الحارة في الداخل كان في رجل مريض يعني، وكان يعني ما كانش عجوز يعني، كان في الأربعينات من عمره، وكان مريض مرض يعني عضوي وكان يمشي بالعافية يعني، وكان متزوج امرأة يعني جميلة وصغيرة وكذا 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 وكذا، وبدأت تمشي مشي غير كريم ومشي سيء مع أحد الناس الآخرين خاصة لمرض زوجها. وفي يوم من الأيام صحت الحارة بتاعتهم والشارع وكل الناس على هذا الرجل المريض الذي توفاه الله فيما بعد، يخرج وهو النار مشتعلة في رأسه وفي ملابسه إلى آخره إلى آخره. وطرحت القصة أن هذه المرأة أرادت أن تقتل زوجها لكي تمشي مع عشقها أو حبيبها. كلما تذكرت أنا منظر هذا الرجل تصبني هذه الرعشة التي أصابت سيدنا سعيد بن عامر حينما لم يستطع أن ينصر سيدنا خبيب بن عدي. الرعشة الأخرى التي أتتني أيضا، كنت في يوم من الأيام في مدرسة في القاهرة اسمها مدرسة الخدوية الثانوية، هي من أولى المدارس الثانوية في مصر كلها. كان فيها ملعب كرة كبير جدا زي ملاعب الكرة العادية، وكنا بنروح نتفرج على دوري الكرة ما بين المدارس اللي بتلعب هناك. كنت أنا صغير في هذا السن يمكن 11 سنة 12 سنة، وأنا خرجت من مشاهدة هذه المباريات وأنا ماشي كده، كان في الشارع اللي بيطلعنا على قسم الضرب الأحمر ومن ناحية تانية على الشارع على شارع بورسعيد إلى آخره. فوجدت تريلا كبيرة جدا جدا 40 طن، وصاحب المحل كان معاه حفيده طفل صغير بيلعب قدامه وينشغل بالتريلا عن الطفل، والتريلا كانت بترجع بالخلف لورا عشان تنزل العفش او الاشياء اللي هو جايه للمحل،
واختفى الطفل الصغير ده وما وجدنا تواجدنا ما تبقى منه فقط هو اللي هو الحذاء بتاعه وقدمه الصغير تحت، حيث أن تريلا أتت وجهزت أجهزت عليه ودهسته دهسا كاملا. كلما تذكرت منظر هذا الحذاء وهذا القدم يعني يصعب علي ان انا اتذكر مثل هذه الاشياء اللي هي بسميها الرعشة. يبقى الرعشة من الاشياء الخاطئة الانسان بيتوب على الله سبحانه وتعالى. ثم الرعشة في اننا احد الناس لم انقذ او انقذ هذا الرجل الذي ارادت زوجته تحرقه، والرعشة حينما ايضا لم استطع ان انقذ هذا الطفل الصغير الذي مات امام حانوتة جده تحت العربة او الشاحنة. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.